قال رحمه الله: فصل في بيان العورة. انتبه معي، العورة لها معنيان. العورة لها معنيان. المعنى الأول: ما يجب ستره، ما يجب ستره. المعنى الثاني: ما يحرم النظر إليه. المعنى الثاني: ما يحرم النظر إليه. المعنى الأول للعورة ما هو؟ هذا أين يذكر؟ هذا يذكر في كتاب شروط الصلاة. عندما نتكلم على شروط الصلاة ونذكر أن من شروط الصلاة ستر العورة، فالمراد بالعورة ما يجب أن يستر. وأما العورة التي تذكر في كتاب النكاح فالمراد ما يحرم النظر إليه. واضح؟ واضح أو لا؟ وأما معنى العورة في اللغة فالنقص. العورة لغة النقص. قال هنا: فصل في بيان العورة. وعورة النساء والذكور محصورة في سبعة أمور. إذن قسم العورات تبعا للمصنف القاضي أبي شجاع إلى سبعة أقسام، نأخذها واحدا واحدا وأرجو أن تركزوا فيما سيقال. قال هنا: فرؤية الفحل الكبير الأجنبي من تشتهى ممنوعة ولو صبي. هذا النوع الأول. ممكن هنا عند كلمة فرؤية أكتب واحد، هذا القسم الأول. فرؤية الفحل الكبير الأجنبي من تشتهى ممنوعة ولو صبي، وفاقد للأنثيين للذكر، وعكسه كالفحل في منع النظر. انتبه معي، من عنده ذكر وأنثيان هذا يسمى فحل. من عنده ذكر اكتب وأنثيان هذا يسمى فحل. سأضطر أن أقول لكم هذا لأنه ذكره في الكتاب. من عنده ذكر وأنثيان فهذا يسمى فحل. من عنده ذكر دون أنثيين، ذكر دون أنثيين، تمام، هذا يسمى خصي. خصي هذا يسمى خصي، تمام. ثالث: من عنده أنثيان دون ذكر، كان قطع ذكره، عنده أنثيان دون ذكر، هذا يسمى مجبوب. يسمى مجبوب. مجبوب يسمى إيش؟ مجبوب. ميم جيم باء واو باء، مجبوب. من ليس عنده لا ذكر ولا أنثيان هذا ممسوح. هذا إيش؟ ممسوح. ممسوح. كم صارت القسمة؟ أربعة. طيب انتبه معي، الفحل البالغ، الفحل البالغ يحرم نظره إلى النساء الأجنبيات. الخصي، عرفتم الخصي من هو؟ يحرم نظره إلى الأجنبيات. المجبوب، عرفتم المجبوب من هو؟ يحرم نظره إلى الأجنبيات. الممسوح لا يحرم. فالممسوح مع الأجنبيات كالمحرم. اتضحوا لي؟ من الذي يحرم نظره إلى الأجنبيات؟ ثلاثة: الفحل، الخصي، المجبوب. الممسوح كالمحرم بالنسبة للأجنبيات. هينتبه الآن، شوف إيش قال: فرؤية الفحل. إذن هنا تكلم على الفحل. فرؤية الفحل الكبير الأجنبي. الكبير أخرج إيش؟ الصغير، وبعدين بفصل لك في الصغير. فرؤية الفحل الكبير الأجنبي، ما معنى الأجنبي؟ ليس من المحارم، ليس من المحارم. فرؤية الفحل الكبير الأجنبي من تشتهى، من تشتهى سواء كانت بالغة أو لا. حتى لو لم تكن بالغة
ولكنها قاربت سن البلوغ وصارت تشتهى عند الرجال، تمام، فإنه يحرم النظر. قال: من تشتهى ممنوعة، هذا خبر، فرؤية مبتدأ. أين الخبر؟ ممنوعة. ما معنى ممنوعة؟ يعني حرام. ولو صبي، سأشرحه بعد قليل، ولو صبي جيد. وفاقد للأنثيين للذكر، يعني من فقد الأنثيين لكن الذكر باق، ايش يسمى؟ ها، قصي، قصي. وعكسه، ايش عكسه؟ مجبوب، فقد الذكر لكن أنثياه باقيتان، كالفحل في منع النظر، أي حكمهما حكم الفحل في أنه يحرم النظر إلى من تشتهى من النساء. إذن صار التحريم لكم؟ لثلاثة: للفحل والخصي والمجبوب، دون الممسوح. أرجو أن يكون واضحا لكم. طيب، قال هنا: فرؤية الفحل الكبير الأجنبي. الكبير ما معنى الكبير؟ بالغ. ما المراد بالكبير؟ البالغ. طيب، ايش عكس البالغ؟ الصبي. هذا الصبي له اربع حالات، لا تكتب، افهم بعدين اكتب. الصبي كم له حالات؟ اربع حالات. اما ان يكون الصبي مراهقا، ايش معنى مراهق؟ يعني ليس بالغا لكن قارب سن البلوغ. إما أن يكون مراهقا، ما معنى مراهق؟ قارب سن البلوغ، يعني نفترض أن سن البلوغ 15، هذا صار 13 14، يعني قارب سن البلوغ لكن ما بلغ بعد، قارب سن البلوغ. ما حكمه؟ هذا يحرم تمكينه من النظر إلى من يشتهى من النساء حتى وإن كان غير بالغ. يقول: قال طيب غير مكلف. نعم، هو غير مكلف، نحن ما قلنا يحرم نظره، ما قلت أنا يحرم نظره، أنا قلت يحرم تمكينه من النظر، يعني يحرم على وليه أن يسمح له أن يمكنه من النظر إلى النساء اللواتي يشتهين عند الرجال. من هذا؟ المراهق. واحد. الثاني: من ليس مراهقا لكنه يستطيع أن يتكلم بما يرى ويتكلم بشهوة، يعني مثلا إذا رأى النساء، رأى صفات النساء، رأى جسم المرأة، يأتي وينقل الكلام بشهوة: رأيت كذا، رأيت كذا، رأيت كذا، بتلذذ بشهوة، مع أنه ليس مراهق، يعني ربما يكون عمره 10 سنوات فقط. واضح؟ ربما 9 سنوات، لكن يصف ما رأى بتلذذ عند الكلام، هذا يحرم تمكينه من النظر. واضح؟ وهذا المراد هنا لما قال لك في المتن: ولو صبي. في البيت لما قال إيش؟ فرؤية الفحل الكبير الأجنبي من تشتهى ممنوعة ولو صبي. إيش من صبي؟ المراهق. ومن ليس مراهقا لكنه يستطيع أن يصف ما يرى مع تلذذ وشهوة، هذا يمنع، يجب على وليه منعه. أرجو أن يكون واضحا لكم. فإن كان الصبي ليس مراهقا ويستطيع أن يصف ما يرى لكن يصفه بغير شهوة، بغير تلذذ، يعني يتكلم كلام عادي جدا، تمام، مثل تقول عمره يعني 6 سنوات 7 سنوات، ما ليس عنده ماذا؟ سوء قصد، وليس عنده تلذذ وشهوة، تمام، فهذا لا يحرم تمكينه. هذا رقم كم الآن؟ 3. فهمتم علي ولا لا؟ طيب، وإن كان هذا الصبي أصلا لا يستطيع أن يصف ما يرى، واضح، لا يستطيع أن يصف ما يرى، فهذا من باب أولى أنه لا يحرم يعني تمكينه، يعني لا بأس إذا ينظر إلى النساء. واضح؟ مثل نجيب يعني،
تمام ولا لا؟ فهمتم؟ كم هؤلاء صاروا الآن؟ أربعة أقسام، فهمتم ولا لا؟ جيد؟ إن شاء الله. هذا معنى البيت لما قال فرؤية الفحل الكبير الأجنبي من تشتهى، وقال من تشتهى إشارة إلى ماذا؟ أن الصغيرة التي لا تشتهى لا يحرم النظر إليها، لا يحرم النظر إلى طفلة عمرها 5 سنوات 6 سنوات 4 سنوات، لا يحرم لأنها لا تشتهى، فهمت؟ لا يحرم النظر إليها إلا في استثناء بعد سيذكره، وهو النظر إلى ذات فرجها، هذا حرام، أو منهم من قال مكروه، تمام؟ هذا شيء آخر يعني، هذا مستثنى بعدين سيذكره. قال هنا فرؤية الفحل الكبير الأجنبي من تشتهى ممنوعة ولو صبي، أرجو أن يكون هذا البيت واضحا. ثم قال وفاقد الأنثي ففاقد للأنثيين للذكر وعكسه كالفحل، شرحت هذا في منع النظر، هذا واضح؟ هذا واضح؟ إيش بقي عندنا؟ الممسوح، ما حكم الممسوح؟ قلنا هو مع النساء الأجنبيات كالمحرم، كالمحرم، نعم. هذا القسم الأول من الأقسام السبعة. طيب القسم الثاني، النظر إلى الزوجة، يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، في رواية تختلف أيدينا فيه جميعا. قال هنا وجاز حتى الفرج في الزوجية والملك للرقيقة الخلية، يجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته والعكس، يجوز للزوجة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن أمته الخلية، ويجوز للأمة أن تنظر إلى جميع بدن سيدها. واضح؟ هذا القسم الثاني الذي أشار إليه هنا، فقال وجاز حتى الفرج في الزوجية والملك للرقيقة الخلية، لكن قال الرقيقة الخلية، ما المقصود بالخلية؟ غير المتزوجة. أما لو كان عندك أمة، قبل قليل الأستاذ رزق الدار زوج أمته لزيد، صح ولا لا؟ أمته خلية أو لا؟ غير خلية. نقول يا أستاذ رزق الدار أمتك التي زوجتها لزيد يحرم عليك أن تنظر إلى ما بين سرتها وركبتها، ما عدا ذلك يجوز، يعني تصير كالمحرم، كالمحرم، تمام؟ من حيث النظر أقصد، فهمت ولا لا؟ النظر إلى ما بين السرة والركبة للأمة التي زوجتها حرام، ما عدا ذلك يجوز. واضح؟ طيب قال هنا وجاز حتى الفرج للزوجية، يعني يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته، صح؟ من زوجته؟ التي يحل له الاستمتاع بها، التي يحل له الاستمتاع بها. فإن كانت زوجته لكن لا يحل له الاستمتاع بها فإنه يحرم عليه أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة. مثال ذلك لو أنه طلق زوجته طلاقا رجعيا، طلق زوجته طلقة واحدة، والآن زوجته في عدة الطلاق الرجعي، طلق زوجته، أنتم قلتم استمر في الدرس، ها؟ لا أريد أحد منكم ينعس. طلق زوجته طلاقا رجعيا والآن في عدة الطلاق الرجعي، في أثناء عدة الطلاق الرجعي يحرم على الزوج أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة. ليش؟ أليست زوجته؟ بلى، لكن بسبب الطلاق ارتفع إباحة الوطأ. انتبه معي، لماذا حل لك الوطء؟ لماذا حل لك وطء هذه المرأة؟ ما بالنكاح، والطلاق ينافي النكاح، فكما أن النكاح سبب في جواز الوطء فالطلاق سبب في منع الوطء. واضح ولا لا؟
وبالتالي الذي طلق زوجته طلاقا رجعيا طلقة طلقتين لا يجوز له أن يطأ حتى يراجع. قبل الرجعة لا يجوز، لأن هذه المرأة قد حرم عليك وطؤها بسبب ماذا؟ بسبب الطلاق، وبالتالي يحرم عليك النظر إلى ما بين السرة والركبة. اتضح هذا أو لا؟ جيد. هذا القسم الثاني من أقسام النظر. قال: وجاز حتى الفرج في الزوجية والملك للرقيقة الخلية. القسم الثالث، والقسم الثالث هذا طويل، تحته 7 أنواع أو 8 أنواع. بسم الله. النظر إلى ما بين السرة والركبة، إلى جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة. جواز النظر إلى جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة في كم صور؟ تقريبا في 7 صور. يجوز النظر إلى جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة فيحرم في كم صور؟ تقريبا في 7 أو 8. شوفها الآن: أما إذا تزوجت فليحرمي من سرة لركبة كمحرمي. أما إذا تزوجت، من هذه التي تزوجت؟ الأمة. شوف البيت الأول إيش قال: والملك للرقيقة الخلية أما إذا تزوجت. يعني ذكرت لكم هذا، الأستاذ رزق عنده أمة تزوجت من زيد، بعد الزواج من زيد يحرم على السيد أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة، ويجوز له أن ينظر إلى ما عداهما، إلى غير ما بين السرة والركبة. هذا الأول. قال: أما إذا تزوجت فليحرمي من سرة لركبة كمحرمي. هذا القسم الثاني أو النوع الثاني، يعني نظر المحارم. نظر المحارم يجوز للإنسان أن ينظر من محرمه، من أمه، من ابنته، من أخته، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. يمكن أن ينظر إلى عنقها، إلى ظهرها، إلى ساقها، لكن ما بين السرة والركبة يمنع. هذا النوع الثاني. جيد. نحن الآن نتكلم في القسم الثالث. هذان النوعان يندرجان في القسم الثالث. جيد. طيب: أما إذا تزوجت فليحرمي من سرة لركبة كمحرمي، وامرأة مع مرأة، أي أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، والمراد هنا عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، فيحرم على المرأة أن تنظر لما بين سرة وركبة من امرأة أخرى، ويجوز لما عدا ذلك. تمام. طبعا هذا بارك الله فيك يجوز، ها، وليس معنى أنه مطلوب، وإلا الأصل أن هذا أيضا يستر. تمام. هذا يستر، وطبعا كل هذا محله إذا كان النظر بلا شهوة. أما إذا كان النظر بشهوة فإنه حرام، لأن أي شيء تنظر إليه بشهوة حرام إلا الزوجة والأمة. يعني حتى لو نظرت إلى القلم هذا بشهوة حرام، فهمت؟ أي شيء تنظر إليه بشهوة حرام، تأثم على ذلك، إلا الزوجة والأمة بس تنظر إلى الشجرة بشهوة، هذا حرام. تمام؟ آه. قال هنا: وامرأة مع مرأة. هذا رقم كم الآن؟ النوع الكم؟ ها؟ الثالث. ثالث. الأول قلنا الأمة التي زوجت، والثاني النظر إلى المحارم، والثالث المرأة مع المرأة، 3. الرابع: أو مع ذكر ممسوح، كل الأنثيين والذكر. ذكرت لكم هذا ولا لا؟ ها؟ قلت لكم إن الذكر الممسوح مع الأجانب، مع النساء الأجنبيات كالمحرم، فيجوز له أن ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. أرجو أن يكون واضحا. كم هذه صارت الآن أنواع؟ 4 أنواع. ولاحظ البيت هذا فيه إيش؟ فيه ما يسمى جناس. ها؟ جناس. الذكر قال مع ذكر، ذكر يعني ذكر يعني رجل يعني، والثاني ذكر يعني العضو. تمام. آه. قال بعدين: وعبدها، هذا الخامس، وعبدها
إيش يعني وعبدها؟ أي يجوز للسيدة، هي السيدة عندها عبد، يجوز أن تنظر من العبد كل بدنه إلا ما بين السرة والركبة، حرام. يجوز للسيدة التي تملك عبدا، امرأة سيدة تمام عندها عبد، تنظر إلى جميع بدنه، صدرا ظهرا عنقا ساقا، إلا ما بين السرة والركبة فيحرم. كم هذا؟ قال وعبدها. ومن رأته للشراء، يعني ذهبت هذه المرأة إلى السوق لتشتري عبدا، هذا رقم 6، فيجوز لها أن تنظر إلى ذلك العبد الذي تريد شراءه إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة. جيد يا شيخ ولا لا؟ ها؟ كم هذه الآن صارت؟ 6. نعم. 7، قال وعكسه إيش معنى وعكسه؟ يعني لو هو السيد ذهب إلى السوق لشراء أمه، نفس الكلام. كم صارت الآن هذه؟ قال وعكسه كمحرم فيما يرى، كمحرم فيما يرى قد شرحناه. كم الآن صارت؟ 7. طيب والثامن إيش هو؟ كذا الذكور مع ذكور، عورة الذكر مع الذكر ما بين السرة والركبة، وما عداهما وما عدا ذلك يجوز النظر إليه. فصارت كم الأنواع؟ 8. واضح؟ فصل تفصيلا جميلا هنا. كذا الذكور مع ذكور، ومنع من ذي جمال أمرد أهل الورع. واضح ولا لا؟ أين فاعل منع؟ أهل الورع، ويقصد بأهل الورع هنا الإمام النووي. الإمام النووي رحمه الله يرى حرمة النظر إلى الجميل، إلى الأمرد الجميل مطلقا، بشهوة أو بغير شهوة، مع خوف فتنة مع عدم خوف فتنة، مطلقا يحرم النظر إلى الأمرد الجميل مطلقا عند الإمام النووي. قال ومنع من ذي جمال أمرد أهل الورع، يقصد بأهل الورع من؟ الإمام النووي رحمه الله. نعم. ثم قال هذا كله في القسم الإيش؟ الثالث. الآن ندخل في القسم الرابع. قال والوجه والكفين جوز في النظر من خاطب وغير فرج في الصغر. هذا القسم الرابع من أقسام النظر، نظر الخاطب لخطيبته يجوز، بل يسن أن ينظر الخطيب إلى مخطوبته، لكن بشروط. الشرط الأول، انتبه معي، الشرط الأول أن يكون النظر إلى الوجه والكفين فقط، فقط الوجه والكفين فقط بدون أي زيادة، تمام؟ نعم. ولا تتوسعوا هنا، إذا أردت التفاصيل أرسل أمك أو أختك، لأن المرأة تنظر إلى المرأة أدق من نظر الرجل إلى المرأة، تمام؟ أنت تنظر إجمالا، أمك وأختك ينظرون تفصيلا. فهمت علي ولا لا؟ ولذلك أنا أرسلت أمي وخالتي، ما ذهبت بنفسي، تمام؟ فعلى كل حال بارك الله فيكم، أول شيء تنظروا إلى ماذا؟ الوجه والكفين فقط، لا تتوسع. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون قاصدا النكاح، قاصد عازم على النكاح، يريد النكاح، ليس فقط ينظر بعدين أنا خلاص أنا لا أريد التزوج فقط، يعني أردت أن أنظر فقط، ما ينفع هذا، حرام. واضح ولا لا؟ أن يكون عازما على النكاح، هذا الشرط الثاني، أن يكون ماذا؟ عازما على النكاح. الشرط الثالث، أن يغلب على ظنه أنه يجاب،
واضح ولا لا؟ كذبت يا رونا ولا لا؟ نظرت أو لسه؟ رونا نظرت؟ لا. وعندما تنظر أبعد النظارة حتى تنظر جيدا. الشرط الثالث إيش هو؟ ها؟ أيوة، أن يغلب على ظنه أنه يجاب، يعني يوافقون عليه. أما أنه ينظر وهو يعلم أنه لو تقدم يرفضونه، لا لا نريد هذا، ها؟ لا يجوز النظر، أنت أصلا لا يقبلونك، فهمت ولا لا؟ فكيف تنظر؟ واضح؟ إذا كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط. ها، من يعيدها؟ ياسين، ها، حتى تعمل بها وقت النظر إن شاء الله. ها، الشرط الأول ما هو؟ نعم، عفوا، أين وافي اليوم؟ ها؟ ها، هذا أهم درس بالنسبة لك. لماذا جلست في الخلف؟ كل يوم في الصف الأول، يعني حتى تضحك هناك لا أحد يراك ولا أحد يسمعك. نعم، أيوة، وأن يكون قاصدا للنكاح. نعم، والثالث؟ يغلب على ظنه أنه يجاب. إيه، انتبه معي، وينبغي أن هذا النظر يكون على الطبيعة، لا أن المرأة تخبر أنه سيأتي شخص ينظر فتضع المكياج والكذا والكذا، واضح، فتظهر بصورة غير صورتها الحقيقية. فإذا رآها في تلك النظرة رآها جميلة، ثم بعد ذلك بعد الزواج يراها في وجه آخر، يعني فهمتم ولا لا؟ ولذلك قال الفقهاء الأفضل أنه لا يعلمها بالنظر، يعني ينظر خلسة، فهمت ولا لا؟ ينظر خلسة، ولا يشترط إذنها ولا إذن وليها، اكتفاء بإذن الشرع، لأن الشرع أذن في النظر للمخطوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب أظن المغيرة بن شعبة، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، واضح ولا لا؟ فاكتفاء بإذن الشرع لا يشترط إذنها ولا إذن وليها. وهل له أن يكرر النظر أو ينظر مرة واحدة فقط؟ ها؟ مرة واحدة. إذا احتاج أن يكرر النظر فله أن يكرر النظر، واضح؟ لو احتاج أن يكرر النظر فله أن يكرر النظر، لكن لو اكتفى بالنظر بمرة حرم عليه الزيادة. لو اكتفى بالنظر بمرة حرم عليه الزيادة، لأن هذا النظر إنما جوز لأجل خطة. والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام: قسم يمنعون كل شيء حتى النظر، ما في نظر للمخطوبة عندهم، ولا تعرف المرأة إلا في يوم الزفاف. نعم، وهذا موجود في بعض العادات عندنا في بلاد اليمن، ما يعرف، يعني يأتي مثلا يريد الزواج، يقول أنا أريد الزواج من بنت فلان، خلاص يتم الزواج ببنت فلان، هو لا يعرفها وهي لا تعرفه. طيب في الخطبة ما فيه، في العقد ما فيه، يوم الزفاف عندما تأتي إليه يعرفها فقط، قبل ذلك لا يمكن أن يرى شيئا، وهذا فيه تنطع وغلو في هذا الجانب. وقسم آخر عندهم انفتاح كبير، ليس فقط نظر وخلوة، وربما خرجوا إلى السوق وذهبوا في النزهة، واضح ولا لا؟ ومراسلات في الجوال، كيف حالكم، ما أخباركم، ماذا أكلتم اليوم، ماذا شربتم، كيف نمتم، كيف أصبحتم، ويرسل الوردة الحمراء والأخرى الصفراء، واضح، رومانتيك يعني، تمام. وهذه مشكلة أيضا، تمام، بارك الله فيكم، هذا في جانب وذاك في جانب آخر مقابل له. ودين الله وسط، أجازت لك الشريعة الإسلامية أن تنظر حتى ترى هل تقدم أو لا تقدم. وهذا النظر ليس خاصا بالشاب ينظر للمرأة، بل أيضا هي يستحب لها النظر إليه، من حقها أن تقول أنا أريد أن أنظر إليه، كيف هو جميل أو غير جميل، لأنك كما تحب أن تكون زوجتك
جميلة هي تحب أن يكون زوجها جميلا أيضا، لا تريد أن زوجها يكون قبيحا. ولديك الله عز وجل في القرآن الكريم إيش قال؟ ولهن. أحمد لبيب أنت معي أحمد؟ أو أحمد هذا مشكلة، يستحي أحمد. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال سيدنا عبد الله بن عباس إني أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل هي لي. فهمت ولا لا؟ ولذلك بعض الشباب بعض الرجال عنده إحماد لمفهوم خاطئ في ذهنه، هو يرى يريد أن يرى زوجته دائما جميلة، ويريد أن يرى بيته دائما نظيفا، ويريد أن يرى أولاده دائما مرتبين، لكن هو في نفسه ليس نظيفا ولا مرتبا ولا شيء. فهمتم ولا لا؟ كما تحب من زوجتك أن تكون جميلة نظيفة وبيتك نظيفا وأولادك يعني في قمة الأدب والاحترام والنظافة، كذلك هي تحب أن ترى من زوجها مثل ذلك. فهمت علي ولا لا؟ وإذا نظرت إليها ولنفترض أنك نظرت إليها ولم تعجبك مثلا، نظرت إليها ولم تعجبك، فإنه يستحب أن تسكت ولا تقول لم تعجبني. تمام، هذا قلة ذوق، قلة أدب. ولذلك قلت لك قبل قليل الأفضل أنك تنظر إليها دون علمها حتى لا تجرح خاطرها. واضح؟ يعني مثلا تأتي إلى أمك، أولا تقول لأمك اذهبي وتأتيني بصورة صغيرة هكذا، يعني الصورة هذه تحدد لك على سبيل المثال 50%. إذا رأيت الصورة أصلا الصورة غير جيدة خلاص أنت من البداية لا تذهب، فهمت؟ لكن رأيت الصورة يعني في بعض الجمال ها خلاص أنا أذهب، إذا وجدت أجمل من الصورة هذا أفضل، إذا مثل الصورة خلاص لا بأس. فهمت ولا لا؟ فهمت؟ ولذلك قال الفقهاء يستحب إذا رآها لا تعجبه أن يسكت ولا يقول هذه قبيحة أو يقول لا أريدها أو نحو ذلك، لا اسكت. ممكن تذكر عذر آخر، تقول لا ما زلت أنا أريد أن أدرس في معهد الجاوي العلمي ولا أستعجل على الزواج، تمام ها سأتأخر 6 أشهر سنة، تمام. ممكن تقول تأتي بأي عذر، لكن لا تقول هذه قبيحة غير جميلة ونحو ذلك، ليس جيدا. وبعض الشباب يعني ما شاء الله ما ترك بيتا في القرية، دخل البيت هذا ودخل البيت هذا ودخل البيت هذا ودخل البيت هذا ودخل البيت هذا ولا أعجبته واحدة. عجيب، هو من يريد هذا؟ يريد يعني مثل زليخة مثلا ولا مثل حواء ولا ما يريد مثل من؟ فهمت ولا لا؟ من الحور العين، هذا يصبر للآخرة في الجنة إن شاء الله. تمام، بارك الله فيكم. ولديك قلت لكم بارك الله فيكم الجمال أمر نسبي، نسبي. قال هنا والوجه والكفين جوز في النظر من خاطب، ها من خاطب. وقلت لك كما يستحب لك أن تنظر إليها يستحب لها أن تنظر إليك. تمام، وغير خارج في الصغار، أي وجوز النظر إلى الصغيرة إلا إلى فرجها، جوز النظر إلى الصغيرة إلا إلى فرجها، والمراد الصغيرة التي لا تشتهى كما ذكرته لكم قبل قليل. الآن هذا القسم الكم؟ لا الرابع، ما زلنا في الرابع، هذا كله في الرابع، هذا ذكره للصغيرة هذا استطراد ليس قسما. الآن سيأتي الخامس. الخامس النظر في الإشهاد في الشهادة. السادس النظر في المعاملة في البيع والشراء. السابع النظر عند المداوات. كم هؤلاء؟ 7 الآن، ها؟ السادس، الخامس إيش هو؟ النظر عند الشهادة، تمام. السادس عند المعاملة، السابع ها عند المداواة، نعم. ها الآن صارت 7، وهنا ذكرها فقال والوجه في الإشهاد والمعاملة وللطبيب كل ما يحتاج له. جيد، يجوز النظر للوجه عند الشهادة سواء عند التحمل أو عند الأداء. كيف يعني عند التحمل عند الأداء؟
يعني مثال، جاءت إليك امرأة وقالت أنا أريد أن تقرضني 10 ملايين روبية قرض، وهي تلبس الجلباب هذا لا يرى شيء من وجهها مثلا، أو حتى تلبس النقاب تمام لا يرى منها إلا العينين تمام. طيب أنا كيف أعطيك الآن 10 ملايين روبية قرض، وبعدين كيف أعرف أنت من؟ هنا عندما تعطيها 10 ملايين روبية قرض تأتي بشاهدين يشهدان أن فلانة اقترضت منك ويرى وجهها، هذا عند التحمل أو عند الأداء؟ عند التحمل. إذن الشاهدان ينظران إلى وجهها عند تحمل الشهادة، لماذا؟ حتى يشهد فيما بعد عند القاضي أن فلانة اقترضت من فلان كذا وكذا. هنا النظر للشهادة يجوز للوجه خاصة، غير الوجه لا يجوز، يعني حتى الكف لا يجوز، الوجه خاصة. فهم؟ فهم؟ إن شاء الله. والوجه في الإشهاد والمعاملة، إيش المعاملة؟ ها؟ طبعا هذا الوجه في الإشهاد هذا في التحمل، نفس الكلام في الأداء، يعني لو جاءت امرأة تشهد عند القاضي بشيء رأته، رأت فلان مثلا اقترض من فلان، أو فلان باع لفلان دين، وتعرفون أن في الشهادات الأموال تصح برجل وامرأتين كما في آية البقرة، فهنا القاضي يطلب منها كشف الوجه. إذن في الإشهاد النظر إلى ماذا؟ إلى الوجه، وظاهر كلامه إلى الوجه فقط، وبعدين سيأتي استدراك أنه في الشهادة يجوز النظر حتى إلى غير الوجه. في الشهادة يجوز النظر حتى إلى غير الوجه، يعني مثال لو أن امرأة مثلا ضربها شخص فجرحها في يدها، واضح؟ نحتاج إلى من يشهد على مكان الجرح، على مكان الجرح وحجم الجرح، إذن قد ينظر الشاهد إلى مكان الجرح وهذا غير الوجه. فهمتم ولا لا؟ إذن الشهادة تجوز النظر لكل موضع يحتاج للشهادة عليه، سواء كان الوجه أو غير ذلك، تمام؟ أما المعاملة، إيش المعاملة؟ يعني البيع والشراء. أنا ذهبت إلى السوق اشتريت شيئا من امرأة، بعت شيئا لامرأة، بعت لها شيء ثم بعد ذلك تبين أن به عيب، أرادت أن ترده، أرادت أن ترده. أنا كيف أعرف أن هذه المرأة اشترت مني وهي مغطية لجميع وجهها؟ أنا الطالبات إلى الآن لما يتغير هذا الحجاب أنا لا أعرف هذه من هذه، ما أعرف أسماءهم، تمام؟ واضح؟ فكيف أنا سأعرف وأنا أبيع في السوق؟ جاء عندي في اليوم الواحد عشرات النساء يشترون، واحدة منهم قالت اشتريت هذا وجدت فيه عيب، أنا كيف أعرف أن هذه اشترت مني وهي تغطي جميع وجهها؟ إذن أنا عندما أبيع أحتاج إلى النظر للوجه، لأن ممكن أنها تأتي تدعي أن في السلعة عيب، كيف أعرف أنها اشترت مني أو اشترت من جيراني؟ فهمتم؟ ونفس الكلام لو كانت المرأة هي التي تبيع، تحتاج سواء كانت المرأة تشتري أو تبيع تحتاج أن تنظر إلى الوجه. ولذلك قال هنا والمعاملة أي البيع والشراء، لكن في المعاملة خاص بالوجه لا يجوز النظر لغير ذلك. هنا قال والوجه في الإشهاد والمعاملة 5 و6. طيب و7، وللطبيب أي ويجوز نظر الطبيب لكل ما يحتاج له، الطبيب يجوز له أن ينظر إلى كل ما يحتاج له، لكن بشروط: 1 ألا توجد طبيبة مسلمة، ألا توجد طبيبة مسلمة، يعني لو وجدت طبيبة لا يجوز أن تحمل المرأة إلى طبيب، إذا وجدت طبيبة لا يجوز أن تحمل المرأة إلى طبيب، واضح؟ الشرط الثاني ألا يكون هنالك خلوة، يعني المرأة لا تدخل عند الطبيب وحدها،
ألا يكون هنالك خلوة، لا تدخل عند الطبيب وحدها، بل يصحبها زوجها، يصحبها محرمها، تصحبها امرأة أخرى حتى تنقطع الخلوة. جيد. الشرط الثالث أن يكون الطبيب هذا عدلا، مسلما عدلا، أن يكون هذا الطبيب إيش؟ مسلما عدلا. الشرط الرابع أن تدعو الحاجة إلى الذهاب للطبيب، يعني في حاجة ملحة يحتاج للذهاب للطبيب، ما تذهب إلى الطبيب لأمر كمالي مثلا، واضح؟ يعني بعض النساء تذهب للطبيب لأنها تريد أن تصنع كريما في وجهها، هنا تصنع كريم، هذا تذهب إلى الطبيب، هذا ليس أمرا له حاجة، ممكن تصنع الكريم في بيتها، فهمت ولا لا؟ إذن كم هذه شروط؟ 4 شروط. وحينئذ الطبيب ينظر إلى موضع الحاجة فقط دون زيادة. إذا كان مثلا الطبيب يصلح أسنانها فإنه ينظر إلى فمها وأسنانها فقط، فلا تفتح له بقية الوجه. جيد. نعم، هكذا يقول الفقهاء. قال هنا: والوجه في الإشهاد والمعاملة وللطبيب كل ما يحتاج له. هذا البيت الأخير كأنه استدراك على ما سبق. والفرج في تحمل الشهادة، أي الشهادة قد يحتاج فيها أن ينظر إلى الفرج كما في الزنا ليعرف هل هي بكر أو ثيب مثلا، واضح؟ قال: والفرج في تحمل الشهادة على الزنا ومثله الولادة، يعني إشارة إلى أن في الشهادة النظر لكل ما يحتاج له وليس خاصا للوجه. ثم قال: فصل في شروط النكاح وأوليائه. نقرأ وخلاص. خلاص نقرأ. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.